يا كريم، بالنسبة للصدى الإعلامي للمباراة، إيه اللي أنت لمسته من الصدى الإعلامي الخاص بالمباراة بالنسبة للجماهير وبالنسبة للإعلام؟ يمكن الاعلام هنا طبعا بيتكلم على اهميه المباراه وبيحفز بشكل كبير جدا فريق سان داونز. يمكن بعض التصريحات اكيد بتخرج طبعا من بعض وسائل الاعلام هنا ان النادي الاهلي عنده بعض الخلل في الدفاع فلابد ان احنا نلعب عليه، كلها طبعا حاجات تحفيزيه يا استاذ ابراهيم، لكن يمكن بيكننا كل الاحترام فريق سان داونز وجمهوره ايضا كمان وكل الناس اللي بتقابلنا. انت عارف طبعا طبع الافارقه، مشاورات عاديه والاشارات العاديه، هنكسب اثنين هنكسب ثلاثه الكلام ده، لكن يعني في تحفيز كبير محفزين فريق سان داونز بشكل كبير جدا. كمان المدير الفني بعض تصريحاته طبعا كلها بتصب في مصلحه فريق سان داونز، لكن ده على ما اعتقد ضغط عليهم لان هم عارفين ان المباراه صعبه جدا. هم عندهم هيقاتلوا بكل شيء، لكن النادي الاهلي عنده هدف يا باشمهندس عدلي، هي المباراه والانطلاق من المباراه وان احنا نقدر ان احنا ما يخشش فينا اهداف. فاكيد في اهتمام اعلامي وفي ضغط على فريق النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الحمد لله متعود على الضغط الكبير ده. كمان وعدم وجود الجمهور ده امر مهم جدا، يمكن وجود الجمهور بيحاولوا هنا على طول ان هم يدخلوا الجمهور بعدد كبير جدا، ما بيلتزموش بالاعداد. يمكن المباراه يمكن احد المباراه كان قال لك اي حد يكون لابس تيشيرت اصفر تيشيرت سان داونز يقدر ان هو يدخل المباراه، الاستاد كان مكتمل على الاخر، جمهورهم اكيد قوي لكن جمهور النادي الاهلي كعادته اقوى طبعا. ويمكن احنا لو عندنا جماهير متواجده في استاد القاهره الامر كان هيكون مختلف جدا في المباراه الاولى، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله يتخطى النادي الاهلي هذه المباراه الهامه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي. يعني في جمهور؟ في جمهور مسموح له بالحضور؟ لا، المباراه بدون جمهور، المباراه بدون جمهور، لا المباراه بدون جمهور، لكن الجمهور اللي احنا ممكن نقابله في الشارع واحنا ماشيين على ابواب الملاعب اللي طبعا اللي بتقابلنا طبعا المدينه الرياضيه اللي النادي الاهلي. اتفضل سمير. اتفضل. طيب كريم، انت عندك حاله خاصه جدا لبيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني لاول مره يروح بلده ضد الفريق اللي دربه واللي اشتهر من خلاله واللي لعب معاه ضد الاهلي كتير. احكي لي عن موسيماني ووجوده في بريتوريا والاجواء العامه وعلاقه الجماهير معاه وعلاقه المنافس. انا عايز اقول لك يا استاذ ابراهيم في لفته يمكن جديده شويه يمكن على جمهور النادي الاهلي، شفنا عدد كبير من محبي سان داونز ومحبي بيتسو موسيماني لابسين تيشيرتات النادي الاهلي، يمكن كان لينا بعض اللقاءات معاهم، الناس بتشيد بالنادي الاهلي بشكل كبير وجايين يحفزوا ويأزروا النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، علاقته طيبه ورائعه جدا. كمان يمكن مدرسه الكوره الخاصه هنا في المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا يمكن عدد كبير من الناشئين يعرفوا بيتسو موسيماني بشكل كبير، كان متواجد معاهم واخذ معاهم الصور بعض الصور طبعا كعاده بيتسو موسيماني، لكن يمكن حب كبير جدا هنا ليه. بقول لك يمكن عدد كبير يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم كانوا متواجدين في التدريب امس وتدريب اليوم مرتديين تيشيرت للنادي الاهلي، لكن كلهم من جنوب افريقيا، هم بيحبوه بشكل كبير جدا طبعا على عطائه خلال السنوات الماضيه مع سان داونز، والامر مختلف كمان لان هم عارفين قيمه النادي الاهلي الكبيره وهم حابين كمان. يمكن الناس كانت بتتكلم معانا بتقول احنا كنا حابين ان مدير فني جنوب افريقيا يكون متواجد في قيمه كبيره جدا زي النادي الاهلي، فدي نقطه مهمه جدا اكيد يا رب ان شاء الله باذن الله تحسب لبيتسو موسيماني، والحب الكبير اللي احنا شايفينه ده يترجم بقى ان شاء الله بتشجيع كبير للنادي الاهلي حتى ولو من خارج المدرجات، لان انا باكد لك المباراه بدون جمهور، لكن انا بقول عليه ان الجمهور بيكون متواجد في الملعب خارج الملعب واحنا ماشيين في الطريق. يا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان شاء الله بعدي هذه المباراه يا استاذ ابراهيم.